يعني انا هقول لك على حاجه بعيدا عن التحكيم، هل من الطبيعي ان الاهلي ما يلعبش في الاسماعيليه 10 سنين عشان الامن، وانا العب في الاسماعيليه عشان انا يعني انت بتعاقبني ان انا لما بروح الاسماعيليه ما بعملكش قلق، والاهلي يجازى انه لما بروح الاسماعيليه اصل بيحصل قلق؟ طب وانا مالي؟ ما ده في حد ذاته مش فير بلاي. بس خلي بالك ما فيش جمهور كده ولا كده، مش كده؟ لا هنا في جمهور ولا هنا في جمهور. يبقى ده فير بلاي؟ ده لا مش انا فير بلاي. ما اردش خلينا القصه دي. لا ردي. لا انا ما ردش القصه دي، انا ما اعرفش تقدير تقدير الامن عامل ازاي. والله طيب والله ما اعرف ارد. اوكي خلاص ماشي، ما اقدرش يعني ارد. الامن اللي لا هقول لك يعني بجد، الامن اللي بينظم حفلات فيها 50,000 و100,000 مش عارف ينظم مباراه كره في الاسماعيليه ما فيهاش جمهور؟ ما هو اكيد يعني مش ممكن الامن اهلاويه او الناس دي اهلاويه. لا يا ستي انا ما قلتش اهلاويه، والتانيين زملكاويه. انا بشرح لك الامن اللي بيقول، والامن عنده حق، ده فير بلاي ولا مش فير بلاي؟ مش فير بلاي، ماليش دعوه، ماليش علاقه بالاسباب. الامن عنده حق، الاهلي ما يلعبش في الاسماعيليه، صح؟ اوكي الفير بلاي ممكن. الفير بلاي ماشي، ان الزمالك كمان ما يلعبش في الاسماعيليه، خلاص يبقى هو ده الفير بلاي. طالما انه ما بتطبقش ما تقوليليش بقى معايير العداله، وما تقوليليش انت ليه متعصب. اه بتعصب ليه؟ الاهلي ما يلعبش زي ما انا بلعب. طيب انا متفق تماما المره دي معاه، عايزين الفير بلاي، عايزين العدل، كلنا عايزين العدل، لكن المثل اللي جابه ملوش علاقه بموضوع العدل خالص، لان العدل انا ما اروحلوش الاسماعيليه وهو ما يجيليش القاهره، وده بيحصل. يعني الاسماعيلي لو كان بيجي لي القاهره وانا ما اروحلوش الاسماعيليه لا مش عدل. لكن احنا الاثنين بنلعب بره ارضنا. واحده اثنين. طيب امبارح المقاولين العرب ما هم لعبش في ارضه، لعب بره. طيب الاسماعيلي والمصري نفسهم لحساسيه الجوار ولاسباب تتعلق بالامن. يا دكتور مدحت ده امبارح اهو. المصري والاسماعيلي فين؟ في برج العرب. انت عايزنا نروح الاسماعيلي والاسماعيلي ما بيروحش الاسماعيلي؟ لا يعني ده المصري والاسماعيلي في برج العرب. في برج العرب ليه اعتبارات امنيه. طب الزمالك واسوان السنه اللي فاتت ماتشين في القاهره، وكل تقريبا المنافسين الله اعلم لعبوا، واحنا منهم، احنا لعبنا في اسوان، واخد بالك؟ هتقول لي بقى دي رغبه النادي، مش من حق الانديه تتفق. انها اذا كان ده الفير بلاي وانت مش عايز تضع اعتبارات الامن يبقى مش من حق الانديه تتفق. لكن انا موافق جدا على فكره السعي الى تحقيق العداله، بس يعني من غير ما ناخد الامثله اللي هي مش هي دي الامثله، يعني العدل في التحكيم، العدل في الظروف، العدل في كل حاجه. انا ما بيجيليش الاسماعيلي عشان بس تصدير فكره ان الاسماعيلي بيتظلم، وانا بتظلم، انا بروح العب انا كمان في نفس الملعب المحايد اللي انا والاسماعيلي بنروح نلعب فيه. زي فكره لما كنا بنلعب ماتش فاصل، ليه كنا بنلعب في ملعب محايد؟ عشان ما نديش ميزه لحد على التاني، نفس الفكره.